آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عرس کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر، خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم۔